فكابتن علي وداك طلعك الفريق الاول على طول، يعني لعبت شويه طبعا مع الناشئين و16 سنه ونص كنت فريق اول. كان مين المدير الفني؟ كان مستر مارو جوزيه هو اللي صعدني اول حاجه. وبالك صعب يصعد ناشئ يعني صعب جدا. هو كمان كان كابتن سيد صدام حفيظ قال لي كابتن علي ماهر، قال له انت عارف ان مانويل جوزيه مش ما بيحبش الناشئين، فما تجيبلناش حد يبوظ كمان. ما بيحبش الناشئين الوحشين. الفكره كمان اللي هو واخدها، لا احنا اللعيبه عندي جاهزه. فانا وهو ماشي خلاص اخر ماتش كنا بنلعب اسبانيول، فبنسلم عليه في المطار كلنا جود لك جود لك وخلاص ماشيين خلاص. الموضوع خلص. لقيته ماسكني وبص لي يقول لي انت هتبقى احسن لاعب في مصر. وانت احسن وانت احسن ناشئ ضربته في حياتي. ايه ده؟ فانا ببص كده انا مش مصدق. عملت ايه يا تريزي ساعتها؟ انا مش مصدق. الراجل الاسطوره ده بيقول كده ومشي. انا خلاص مشي. يعني هو لو كان معايا مشي من النادي يعني. مشي من النادي خلاص. الفتره دي بعد كده كابتن حسام بقى بدري طبعا جه هو بقى اللي اداني فرصه اللعب.